الفيرشواليزيشن هو ان انت بتقدر ان انت يبقى عندك سيستم وتقدر تستضيف عليه سيستم تاني مختلف تماما عن اللي انت بتشتغل عليه او نسخة اعلى منه لو انت حابب تجربها. والفكرة في حاجة زي كده ان انت بيكون عندك هاردوير، والهاردوير ده برنامج الفيرشواليزيشن بيعزله عن السوفتوير. فكرة زي كده بتكون مفيدة جدا للسيرفر ادمنستريتور، بحيث ان هو لو لا قدر الله حصل عنده في مشكلة في واحد من السيرفرات اللي عنده، يقدر ان هو ياخد الايمج اللي هو بيعمل لها باك اب بصوره دوريه ويعمل لها فيرتشوال ماشين على جهاز تاني، بحيث ان هو يقدر يقوم السيرفر ده في اقل من ربع ساعه. حاجه زي كده بتوفر عليه كوست في الفلوس وبتوفر عليه في الوقت كتير جدا. غير كده هو بيوفر عليه ان هو يوصل الهارد ده في جهاز سيرفر تاني ممكن يكون فيه قطعه هاردوير مختلفه، فبالتالي السيرفر ده ممكن ما بيقومش. انت كمستخدم عادي ممكن تجرب الفيرتشواليزيشن في لعبه قديمه انت حابب تجربها وهي ما بتشتغلش بعد كده على ويندوز 10 او ابلكيشن قديم ما فيش منه سبورت دلوقتي لويندوز 10. استخدام اعلى شويه لو انت مطور برمجيات وحابب ان انت تجرب برنامج على كذا بلاتفورم في نفس الوقت، فالفيرشواليزيشن هنا هيسهل الموضوع، حيث ان انت تقدر تراقب البرنامج بتاعك بصوره مستمره وكلهم بيبقوا على بلاتفورم واحده، مش بيبقى عندك كذا جهاز. عشان كده اجهزه كيوناب الى جانب انها اجهزه باك اب للداتا هي بتقدم دعم لفكره الفيرشواليزيشن، مش مجرد جهاز بيتحط فيه هارد جوه راك بس. الابلكيشن المسؤول عن فكره الفيرشواليزيشن متاح على الاب سنتر باسم فيرشواليزيشن ستيشن. الابلكيشن بصوره تلقائيه هيظهر على الديسك توب الخاص بسيستم كيو تي اس من كرييت في ام. لو انت هتعمل ماشين جديده هتختار الريسورسز اللي عاوز السيستم يستهلكها، زي كام كور من البروسيسور وقد ايه من حجم الرام، الى جانب نوعية النظام اللي هتشتغل عليه زي ويندوز او لينكس او اندرويد. بعدها تقدر تضيف ديسكريبشن لو انت هتستخدم السيستم ده في غرض معين، وتبدأ بعد كده تعمل انستول عادي جدا للسيستم من الباور ايكون. A few moments later. ودي الريسورسز والدرايفرز اللي بتستخدمها الفيرشوال ماشين. ضيف على كده انك مش بس تقدر تعمل فيرشوال ماشين جديده، انت ممكن تعمل امبورت لاي فيرشوال ماشين لو انت عندك في ام كنت شغال عليها قبل كده من على جهاز كيوناب او اي ابلكيشن تاني بيخدم نفس الغرض. ضيف كمان انك تقدر تاخد سناب شوت في حاله ان في حاجه حصلت للفيرشوال ماشين، تقدر بكل بساطة انك ترجع لنقطة زمنية معينة الفيرشوال ماشين كانت شغالة فيها بصورة طبيعية. زي ما شفنا ان اجهزة الناس من كيوناب مش مقتصرة بس على فكرة الباك اب للداتا، بالعكس انت تقدر تقوم بيها بمهام وحاجات معقدة اكتر زي الفيرشواليزيشن على سبيل المثال، وده بيرجع للامكانيات اللي بتوفرها كيوناب في الاجهزة بتاعتها. ده كمان الى جانب الدعم البرمجي اللي موجود على الاب ستور الخاص بيهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب لقناة عرب هاردوير عشان يوصلك منا كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي.